ذاكرة ملاحم نادرة بحرائر الجزائر بوأتهن ليصبحن مضرب فخر. لكن إرادة الله سبحانه وتعالى شاءت أن تبقى. لقد أثبتت المرأة الجزائرية المقاومة والثائرة مكانتها في ساحة النضال والكفاح من أجل استقلال البلاد، فقدمت صورة مشرفة ورائعة عن وقوفها مع أخيها الرجل أمام همجية الاستعمار، استلهمت منها العديد من حركات التحرر عبر العالم تجاربها. وقد كانت المرأة الجزائرية دائماً وفي الأوقات العصيبة التي مرت بها الجزائر على مر التاريخ درعاً صلباً وحصناً مانيعاً للذود عن حمى الوطن. إن الدور الكبير الذي لعبته المرأة في معركة التحرير لم ينقطع، بل تواصل فيما بعد في معركة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، ألا وهي معركة البناء والتشييد.